قوم عصوا الله فأهلكهم بشديد عذابه في 7 ليال و8 أيام. تعددت الروايات حول مكانهم وسبب هلاكهم، ولكن الأكيد أن هلاكهم كان بسبب آية هم طلبوها فأهلكتهم. إنهم قوم ثمود وآيتهم الناقة. فما الحكاية وما القصة؟ بدأت الحكاية بقوم أعطاهم الله من النعم الكثير، فقد أعطى الله سبحانه ثمود ما لم يعطه قوم عاد، تخيلوا؟ فسكنوا السهول ونحتوا الجبال وأعطاهم الخلافة في الأرض من بعدهم، ثم أرسل الله فيهم رجلا صالحا ذو نسب شريف رفيع في ثمود، والكل كان يشهد له بصلاحه ونباهته، فكان ذا عقل راجح وحكمة يرجعون إليه في خصوماتهم ويستشيرونه في أمور حياتهم، لدرجة أنهم كادوا أن يجعلوه ملكا عليهم، إلا أن دعاهم لعبادة الله الواحد، ولكنهم مع الأسف كذبوه وجحدوا رسالته، بل استهزأوا به. وفي أحد الأيام اجتمع صالح عليه السلام بكبار قومه يدعوهم إلى الله، إلا أنهم استمروا على تكذيبهم وعنادهم، ثم أرادوا تعجيزه فطلبوه بعلامة معجزة تدل على صدقه وإلا لن يصدقوه، وجعلوا يشترطون ضاحكين مستهزئين، فطلبوا أن تنشق صخرة كبيرة في أرضهم وتخرج منها ناقة، وليست أي ناقة بل ناقة ضخمة، بحيث إذا شربت لم تترك ماء لغيرها، واختاروا لها لونا أحمر، وطلبوا أن تكون على وشك الولادة صدقا. ثم جمع قومه أمام الصخرة ليريهم المعجزة حتى يؤمنوا، وفي مشهد معجز عجيب اهتزت الصخرة وانشقت، فخرجت منها ناقة عظيمة كما طلبوا بالضبط. انبهر قوم ثمود بما رأوا، ولكن سرعان ما أنكروا وجحدوا وقالوا إنه لسحر، ولم يؤمن منهم إلا القليل. حذرهم نبي الله من أن يؤذوا ناقة الله، وأخبرهم أن لها يوما تشرب فيه من البئر، واليوم الموالي لهم. عاشت الناقة وصغيرها بين قوم ثمود بسلام، ولكن كبار القوم خافوا على ملكهم ومكانتهم، خافوا أن يؤمن الناس بما قاله النبي صالح عليه السلام، فتآمروا وخططوا لقتل الناقة وابنها. تطوع أشر القوم قدار بن سالف لقتلها، وهذا ما حدث، فقد قتلها مع رفقائه حينما كانت عائدة من شرب الماء مع صغيرها، ولحقوا به وقتلوه كذلك، وتقاسموا لحمها وأكلوه. وفوق كل هذا تحدوا نبي الله صالح أن يأتيهم بالعذاب، فأمهلهم 3 أيام فقط حتى يأتيهم العذاب، فسخروا منه وطغوا بكفرهم، بل أرادوا قتل نبي الله صالح ومن معه، فلم يقدروا، لأن الله أمر صالح بالخروج إلى فلسطين، وحل عليهم أشد العذاب. ففي اليوم الأول اصفرت وجوههم، ثم احمرت في اليوم الثاني، وفي الثالث اسودت، فعرفوا صدق صالح وجعلوا يحفرون قبورهم بأيديهم. ثم جاءهم الزلزال فوقعوا على ركبهم، فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم جاءتهم الصاعقة، وأخيرا بصيحة واحدة من جبريل عليه السلام ماتوا جميعا وأصبحوا كالنبات اليابس المتفتت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.